ترسلها لبعض الصحف والمجلات لأنهم قصروا في انتزاعه منك بالقوة. بل لأنني دفعت شخصيا دون تحريف للكتابة مشاركة في المظاهرة. لو اعترفت لاقتصرت على نفسك كل هذا العذاب وسنين الاحتقال. أطلقها ولا تكتم صرخة علمك.
مجرد تعفير عن الألم ولن تخفف. أنت تتحمل أكثر من اللازم. لم أتعلم اليأس، ولكنك ستتعلمه. سأفقدك كل حواسك. أنت لا تختلف كثيرا عن المحققين الآخرين، كلهم رددوا نفس الكلام، ولكنهم رحلوا وأنا لم أوقع على عرائبي. لا تقارني بالآخرين، أنا مختلف، وعلى يدي ستوقع العريضة. كلهم قالوا بأنني سأوقع على يديه. ستوقع على يدي هاتين، لأني سأريك النجوم في الظهر. ولكنني بريء. بريء أو مذنب، المهم ستوقع. نحن كفرقة مسرح الوطني بنغازي شاركنا في مهرجان صيف الزرقاء الدورة العشرين بمسرحية الموقوف 80 للكاتب عباس الحايك من السعودية، وللمخرج عبد السلام الطيرة، وتمثيل مراد العرفي والعبد الله حمزة بليبلو، ومعانا إنقاذ موقف توفيق دربوه في الإضاءة. المسرحية والله هي المسرحية هي تحكي عن سجنات ظلمة، الناس اللي يحبوا الظلم، اللي يحبوا ياخذوا وحدين يحطوهم في السجن بطريقة غير شرعية، ويتم تعذيبهم على سبب يعني إذا كان هو عبر على حرية رأي أو حاجة من هذا واقع، يعني حديث الساعة في أي دولة. نحن جينا هنا للمشاركة في دولة الأردن، كنا برعاية الهيئة العامة للخيال والمسرح، ولن ننسى إدارة التوجيه المعنوي اللي هو خالد المحجوب حتى هو كان داعم لنا. والله هم عظيم، يعني الهيئة العامة واللواء خالد المحجوب وبعض الناس الخيرين اللي هم يحبوا الفن ويحبوا فنانين مدينة بنغازي ويحبوا يدعموهم ويحبوا المسرح. والحمد لله نحن جينا وصلنا هنا بجو جميل، ما فيش أي إرهاق، ما فيش أي تعب، الأمور كلها مرتبة قدامنا، لكن نحن نواجهه في وقت الطيارة، في فرق جي 6 أيام إن شاء الله، وربي يعيننا عليه إن شاء الله. مساء الخير جميعا، أنا خالد المسلماني مخرج مسرحي ومدير مهرجان صيف الزرقاء المسرحي. هذا المهرجان مضى من عمره 20 عام، هذه دورته 20. كان مهرجانا محليا أردنيا بحتا، ثم قمنا بتطويره إلى مهرجان عربي، ونتمنى أن يتطور أكثر ليصبح مهرجانا دوليا. في هذه الدورة 20 يعني نحاول أن نصنع الفرح والجمال في عيون المشاهدين، نحاول أن نصنع ثقافة مسرحية لأجل جمهور الزرقاء والجمهور الأردني. نتمنى من الجمهور الأردني أن يجي ويشوف التجارب المسرحية العربية. في هذا المهرجان لدينا 7 تجارب، هي الأردن وتونس ومصر وليبيا وفلسطين والعراق والسعودية. نتمنى أن تتمازج الأفكار مع بعضها البعض، ونتمنى أن نستفيد من بعضنا البعض ونتعلم من بعضنا البعض. هذا بالإضافة ليس فقط لدينا
عروض مسرحية للترفيه عن الذات ولخلق الجمال وللتذوق الجمالي، بل لدينا أيضا ثقافة مسرحية من خلال عقد ندوات مسرحية. لهذه المسرحيات يتم نقدها من خلال معقب كناقد مسرحي يتحدث ماذا رأى في هذه المسرحية سواء من أخطاء أو كيف وظف المخرج، استطاع أن يوظف ممثله، ديكوراته، ملابسه، سيميائيته بشكل عام أو السينوغرافيا، وبالتالي أستطيع أنا كمتلقي أن أستفيد من سواء أخطأ المخرج أو أصاب. هذه الندوات بالنسبة لنا مهمة جدا، هناك بعض المهتمين يحضروها حتى يستفيدوا ثقافة المسرحية بشكل عام. الحقيقة أنا شفت العروض الليبية من خلال، صدقا عشان أكون أكثر صراحة، من خلال اليوتيوب. يعني أنا العروض المسرحية الليبية شاهدت يمكن 3 أو 4 عروض. المسرح الليبي إذا وجد الدعم، وأقول هنا بكل صراحة، المسرح الليبي إذا وجد الدعم سينافس بعض أنواع المسرح العربي. لديكم ممثلين جيدين، لديكم مخرجين يحملون أفكار ربما لا يستطيعون توظيفها 100%. هذه الأفكار ربما نقص الدعم المالي ونقص الجوانب مثلا التقنية إلى آخر اللوجستية، لكن إذا وجد الفنان الليبي المسرحي، أنا لا أتحدث عن يمثل دراما تلفزيونية كمسرح، إذا وجد هذا الفنان الذي يحمل فكر حقيقي للانطلاقة للتغيير نحو مجتمع آمن ومثقف وواعي ويؤمن بالجمال، أنا متأكد سنشاهد مبدعين على مستوى الوطن العربي وليس فقط على مستوى الوطن الليبي. هذا مهرجان الزرقاء دورة 20 ومهرجان دولي، يعني في تونس وفي مصر وفي أردن وفي فلسطين وفي يعني كم السعودية وفي كل الإمارات، في كم دولة يعني مهرجان دولي إن شاء الله. شنو مشاركين بالتونس؟ نحن مشاركين بالموقوف 80، العمل الكاتب عباس الحايك سعودي، وإخراجي أنا عبد السلام الطيرة. عشان يحكي العمل؟ العمل طبعا يحكي، هو العمل يحكي على السجون، الناس مظلومة داخل السجون، الناس اللي ما يعني قالت وجهة نظر تاعها في الدولة، يعني من حق الإنسان إنه هو يعبر عن رأيه، فلقى روحه مسجون وبدون لا حكم ولا محامي ولا، وقاعد داخل ويبوا منه احترافات، كل مرة ملبسين له قضية وكل مرة ملبسين له تهمة، وهو بريء مؤمن بالبراءة متاعي متمسك في البراءة متاعه في داخل التحقيق. لا نحن شاركنا من قبل في مهرجان قرطاج تونس دولي ونال إعجاب الجميع، كتبنا عليه الصحف سواء التونسية أو المغربية أو الجزائرية، فكان العرض يعني في المستوى إن شاء الله، ونكون العرض في الأردن في المستوى بإذن الله إن شاء الله. والله الدعم طبعا حصلنا تذاكر من مسرح والخيال والسينما استاذ بيوضي، وحصلنا مصروف جيب من التوجيه المعنوي يد العامة، وفي مسرح حتى هو دعمنا بصدق، يعني انك عارف انت تضارب اللي سير هذا، فماش تعرف انت منين تبي تاخذ ولا من بيدعمك، انعكس علينا وانعكس عليه ثقافة على الرياضة عليها كلها.